حضرت اليوم كنائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس المحافظة استقبال الدكتورة أزهار وكيل وزير التخطيط إلى محافظة نينوى. كانت هذه الزيارة بخصوص موضوع الإحصاء والتعداد السكاني القادم الذي سيجري في شهر 11 من هذه السنة في عموم محافظات العراق، وقد تم مناقشة كل التفاصيل الخاصة بهذا الأمر. كذلك تم تسليم بعض البيانات ورسالة من السيد وزير التخطيط إلى السيد محافظ نينوى بخصوص هذا الموضوع.